20 جوان 2018 هو التاريخ الرسمي لموعد اجتياز امتحان البكالوريا المصيري، والذي زامن المناسبة الدينية رمضان وعيد الفطر وأهم حدث كروي يعشق متابعته الجزائريون، تاريخ كأس العالم في روسيا. اختلطت الأعياد والمواعيد الحاسمة، هكذا نطق الشارع الجزائري. عندي ديجا 3 جوز الباك، وعندي هذه 4 تاني حجوز، دايما عايشين على ضغط. شغل هذيك يامة الباك شغل حاجة ولات حاجة كما يقولوا خارقة على العادة. جوز بنتي الباك وتجيبو باش تما نريح نكون عالاس. كي أنا كي هي في زوج. نهار اللي تجيبو هذاك هو العيد. وإن كان تأجيل البكالوريا لما بعد شهر الامتناع عن الأكل والشرب، شهر رمضان الفضيل شيئاً إيجابياً لدى الكثيرين، فإن عيد الفطر أيضاً مناسبة لها قدسيتها وخصوصيتها عند العائلات الجزائرية، لا ينبغي التفريط فيها أبداً، هكذا تعبر إحداهن. هذه مناسبة دينية مقدسة، الأم ولا الأب ولا يجوزوا العيد تاعهم كيما كان الحال ويتكلوا على رب العالمين. بالعكس، قد ما يقيموا المناسبة الدينية قد ما الله سبحانه وتعالى يكون كما نقول واحد في العون تاع وليداتهم. مباراة كأس العالم لكرة القدم، هذا الشغف الذي يسلب عقول شبابنا حبا وحماسا وانفعالا. أحد الآباء يحمد الله على إقصاء المنتخب الوطني الجزائري كي يوفر على ابنه معاناة الامتحان ومصير النتائج الكروية لهذه السنة. لسوء الحظ الجزائر مش متأهلة، وأنا من أنصار فريق الإيطالي هذا مش متأهلين، وولي نفسي وبالتالي ما يكونش إشكال. ربما من حسن الحظ. من حسن الحظ. يقال حين تحدثني عن الطموح والإنجاز لا تحدثني أبداً عن أي أعذار، مبدأ أساسي في التربية والتعليم، تقول أحد المعلمات. الطفل ولا الطالب اللي يكون نجيب ويحب العمل ووالديه يجبروه على العمل، بنت لي ما يأثرش عليه هذا الشيء. هذا اللي يحب يقرأ يراجع، ما يتأثر لا بالتأجيل تاع الباك ولا بأي مناسبة ما يتأثرش. وزارة التربية الوطنية رأفت بالطلبة وأوليائهم، فاختارت 20 جوان موعدا لامتحان العمر أو عيدا للامتحانات، فجاء هذا العيد بين عيدين، عيد الفطر وعيد عشاق كرة القدم.